في الأيام الأخيرة هذه الحالات نتاع التسمم راهي من جراء الأكل الاستهلاك راهي في ارتفاع، يعني في مدة 15 يوم فتنا 600 حالة تقريبا على مستوى الوطن. هذه التسممات هذه جاية نتيجة يعني ليجيان النظافة في الاستهلاك في الأكل. فأنا أعطي تعليمة اليوم، أعطي تعليمة باش ابتداء من غد إن شاء الله كل مدراء الصحة على مستوى الوطن يكون فيها طبيب مختص في الوقاية، مختص في الوقاية والأوبئة. ليزيبيديمولوج لازم يكون عندنا دون لي 48 ولاية واحد. هذا قرار نتخذوه اليوم لأنه 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 لاحظنا بأنه ماشي كل مديريات الصحة فيها طبيب مختص اون ايبيديمولوجي. هذه حاجة الأولى. حاجة ثانية، أتوجه إلى رؤساء البلديات نقول لهم عندكم المكاتب تاع ليجيان، سبحان الله العظيم يفك الناس هذه لازم تخدم، المراقبة، التوعية، التحسيس، هذه العملية تاع الناس كل. لأنه احنا كوزارة تاع الصحة رانا نستقبل هذ المواطنين ونستقبلهم في المؤسسات نتاعنا، التكلفة نتاعهم غالية جدا. هذه حالة أخرى اللي كنت تكلمت عليها الصباح، يعني واش رانا نستهلك، لازم نتأكد من السلامة تاعو، وإلا راح نبقى دائما في هذا الـ 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 يعني الحالات هذه اللي بس تطمن العائلات. احنا سمعنا بلي كان 100 حالة كلهم خرجوا، ما بقى حتى واحد في المستشفى، عولجوا وعادوا إلى الأحياء الجامعية أو إلى ديارهم.